صباح الخير عمان، دائما سعادة أن نكون هون، دائما سعادة نلتقى فيكم. يعني عمان صحيح أن هي حاضنة درة العرب، بس أهم شيء بعمان هي الأصالة اللي فيها، أصالة أهل عمان. وأنا امبارح أنا وجاي من لندن بالطيارة عم بتغط، كنت عم فكر إلى أي درجة اشتقنا أن نكون بهالمدينة ونكون مع أهل هالمدينة. بقى اليوم حقيقة أنا سعيد أني عم برجع ألتقي فيكم. ماشي دياء، شكرا على هذا الإصرار، على استمرار هذا المؤتمر في هذه المدينة المفعمة بالأصالة. شكرا لكل الشركاء. مها الشاعر، شكرا على الكلمة الحلوة. طبعا تحياتي للأميرات والدبلوماسيات والأصدقاء كلهم. سيرين، كل الحب لك. أنا سوري هلأ عرفت من ماي. حقيقة من سنتين 2021 جاءت لي دعوة لزيارة طرابلس في ليبيا لأول مرة. ويمكن عنا كلنا فكرة أو حكم مسبق على أنه ليبيا أو طرابلس مدينة بتخوف الإنسان، والرحلة إلى طرابلس هي مغامرة ومقامرة. ما بنعرف إذا رح نرجع أحياء، إذا رح نرجع صاغ على بلادنا. بس حقيقة في هذه المدينة اكتشفت شعب مبهر، شعب منتج، شعب محب، شعب بسيط وشعب أصيل. وفي تلك الزيارة اللي كانت رسمية، برجع بكرر، تعرفت إلى معالي الوزيرة. كنت الوزيرة من شهر تقريبا، وبعدها تعشينا سوا. وأنا سعيد اليوم أني عم برجع حورك. أنا بعرف أنه أهل عمان بيسمعوا، دونك في شوية عجقة. بدي أطلب منكم إذا في مجال التزام بالصمت حتى نقدر نقدم حوار، يعني مثل ما بتحبوا تستمعوا له، متكافئ وحوار سليم وحوار شيق. معالي الوزيرة، عندي أسئلة كتير، ما بعرف وين بدي بلش. ليبيا عم بتواجه تحديات أو واجهت تحديات منذ عام 2011، منذ الربيع العربي ومنذ سقوط حكم الرئيس معمر القذافي. خطوات عديدة اتخذها الحكومة لتوحيد البلاد وإقامة إطار سياسي مستقر يمثل مصالح الشعب الليبي كله. لكن كل هذا وعود، كل هذا كلام. على أرض الواقع ما في غير غموض، ما في غير انقسامات، ما في غير فساد. لماذا؟ لماذا الحكومة واجهت الفشل ولم تنجح حقيقة في إرساء عدالة اجتماعية ونوع من الاستقرار؟ صباح الخير، وشكرا يعني جزيلا للسيدة مي على دعوتها الكريمة. يشرفني أن أكون مع كل النساء الجميلات الناجحات في كل المجالات، ويسعدني أيضا أن أجري هذا الحوار مع السيدة. طبعا السؤال طويل جدا، ولكن بالنسبة لي أنا تجربتي في هذه الحكومة الآن عمرها سنتين تقريبا، لا أستطيع أن أقول أن هذه الحكومة فشلت. هذه الحكومة تواجه تحديات لكنها لم تفشل. حكم عليها بالفشل أعتقد حكم لا يعتبر حكم جاء يعني عادل. هذه الحكومة منذ البداية أتت على تركة من الانقسامات السياسية الإدارية المالية. الانقسام الذي تعانيه ليبيا الآن هو انقسام فكر سياسي وليس انقسام بلد. هذه الحكومة استطاعت ولله الحمد تحت إدارتي، أتكلم على وزارة الخارجية والكثير من الوزارات الأخرى، لأول مرة أن تجمع كل الإدارات في كافة أنحاء ليبيا تحت قيادة وإدارة واحدة، هي الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، وتحت الوزارات. أنا كل المكاتب الوزارية في ليبيا تحت إدارتي ماليا وإداريا.
سواء في الخارج السفرات أو في الداخل. فبالتالي موضوع الانقسام هو ليس دقيق، هو انقسام في الفكر. صحيح هناك اختلافات في الفكر السياسي، هناك تحديات في من يقود المرحلة القادمة في ليبيا. نحن اليوم قريبين جدا من موضوع الانتخابات. هل تحصل الانتخابات؟ نعم. هل تحصل الانتخابات؟ ليس الآن حتحصل الانتخابات، ولكن البروسس إجراء الانتخابات آخذ مجراه. لأول مرة في تاريخ ليبيا يتم انتخاب أكثر من 12 عميد بلدية بكافة أنحاء ليبيا، وكانت العملية الانتخابية جدا سهلة ومرنة ونزيهة، ولقت قبول وتقبل، وهذا الأهم، من كل الشعب. وهذا فقط كتجربة انتخابية محلية لتمهد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بإذن الله، سيد باتيلي الآن أعتقد اليوم هو في المغرب يجتمع مع 6+6 للانتهاء من ما يعني بعض المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية. لكن يعني لا تحبين، لا تستسغين كلمة انقسامات، لكن في انقسامات طبعا، وما في خلافات، في اختلافات. يعني تعرفي في اختلافات بس ما في خلافات. أنا بشوف أنه طبعا طبيعي أنه يكون في تنوع، تنوع بالأفكار، تنوع بالأراء. لكن إذا منطلع فعلا على الأرض، يعني الشمال شيء والجنوب شيء تاني، طرابلس شيء مختلف تماما. أنا بعكسك الرأي، وأنه بشوف فعلا أنه في طرابلس، أنا قبل ما جيت لهون طبعا عملت اتصالات عديدة مع كتير أشخاص مختلفين من توجهات مختلفة، والكل أقر وتوافق على أنه البلد منقسم، منقسم بالجوهر وبالجذور. كيف ترين المستقبل؟ أنت اليوم ترسين سياسة الحكومة، ترسين سياسة الدولة، أنت وزيرة الخارجية، في ميليشيات مسلحة بالبلد، هذه الميليشيات مختلفة تشكل تحدي بحد ذاته في ليبيا. كيف تخطط الحكومة لنزع سلاح هذه الميليشيات ودمج هذه القوات في الجيش الليبي في البلاد؟ ما هي الإجراءات التي سيتم حقيقة اتخاذها لضمان سلامة الشعب الليبي ورفاهية الشعب الليبي؟ والله سيد ريكاردو، هذه بدها حلقة يعني كاملة السؤال هذا، بس أنا نحكي لك إن جنرال. بالنسبة لموضوع التحديات، كما ذكرت لك نحن لسنا في الآن في دولة خالية من التحديات. هناك تحديات، هناك تركة من الانقسام، تركة من الانقسام الفكري. أنا أصلي مثلا من مصراتة، تربيت وترعرعت في بنغازي، وعملي وسكني في طرابلس. أنا أذهب وأزور أهلي في بنغازي. الوالد طبيب مشهور. أيوة، أهلي في مدينة بنغازي، زرتهم في شهر رمضان، قضيت معهم إجازة العيد، أتنقل بكل حرية، ليس لدي مشكلة. يعني أنا امرأة ومنصبي حساس، يعني هذا دليل على أن ترحالي في ليبيا ليس فيه مشكلة ومقبولة من كل الأطراف. فبالتالي ما يسمى أحياناً في الإعلام قد يكون مبالغ فيه. أرض الواقع تختلف كثيراً. هناك كثير من الحوارات، تحدثت عن القوة الأمنية. حالياً القوة الأمنية في مرحلة إيجابية، لأن هناك حوار ما بين هذه القوة الأمنية في طرابلس وفي بنغازي وفي سبها. ولأول مرة في تاريخ ليبيا since 2011 أن هذه القوة الأمنية اللي هي جدلية، كانت شخصيات جدلية في طرابلس، ذهبت إلى بنغازي لتجتمع مع القوة الأمنية هناك، ونفس الشيء في بنغازي ذهبت إلى طرابلس وأيضا في سبها. فبالتالي هناك حلحلة، هناك حوارات، هناك محاولات للم شمل الليبيين. بالنسبة لي كوزارة خارجية، من أول يوم تولي هذا المنصب، رسالتي واضحة لكل الليبيين. أنا أمثل كل الليبيين بكل توجهاتهم، بكل أفكارهم، وأيضا أرسل رسالة لكل العالم أن نحن منفتحين على علاقات دبلوماسية متوازنة فيها مصلحة ليبيا والدول الأخرى. ودليل على ذلك أن الكثير من الدول التي كانت على خلاف على القضية الليبية أو الملف الليبي، أصبح هناك تقارب كبير ما بين هذه الدول
لمعالجة الملف الليبي، وهذه سابقة لم تحصل أيضا منذ سنوات. هناك الكثير من الدول بفعل العمل الدبلوماسي الذي حرصنا فيه أن يكون هناك رسالة قوية إيجابية أن يجب أن نعمل لمصلحة ليبيا، ونحن يمد أيدينا لكل الدول ما كان طالما هذا التعاون أو هذا التواصل فيه مصلحة الطرفين، الدولة التي نتعامل معها وليبيا أيضا. في الشق الثاني من هذا الحوار بدي أحكي عنك أنت كامرأة، أنت كوزيرة، لكن بعد في عندي بضعة أسئلة يعني من الضروري والبديهي أن أطرحها عليك. اليوم ليبيا تشكل نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول والفرار إلى أوروبا، مع ورود تقارير عديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان. كيف بتخطط الحكومة الليبية اليوم لمعالجة أزمة الهجرة؟ هي طبعا هي أزمة عالمية ومهمة وأساسية جدا، وكيف تسعى الحكومة لحماية حقوق المهاجرين والتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة لهكذا معضلة أو موضوع؟ كما ذكرت هي مشكلة عالمية. نحن لدينا تواصل مباشر مع الاتحاد الأوروبي، تحديدا مع دولة إيطاليا، مع الأمم المتحدة، مع دول الجوار للحد من هذه الظاهرة، لأن نعاني منها الكثير من الدول، ليست ليبيا فقط، ليبيا، تونس، الجزائر، أيضا تذهب إلى السواحل الأوروبية. طبعا معالجة هذا الموضوع هي معالجة سطحية للأسف الشديد، ليس فقط من جهتنا ولكن أيضا من جهة الدول المعنية. نحن نعلم أن ليبيا هي دولة عبور وليست الدولة المستهدفة للهجرة، بالتالي لكن في الجنوب في الكثير من الأفارقة اليوم. نعم، الذين يهاجرون ويأتون إلى ليبيا، أنا رأيتهم بأم عيني، يعني أنا ذهبت للجنوب ورأيتهم بأم عيني، أعداد مهولة جدا. لكن السؤال، لماذا يقصد هؤلاء المهاجرين الأراضي الليبية؟ هي الأراضي الليبية للعبور، قد يصادفهم الحظ للوصول إلى أوروبا، وقد لا يحالفهم الحظ ويقعوا في أيدي من يتاجر بهم للأسف الشديد، وهي عصابات دولية، وقد أيضا يحالفهم الحظ أنهم يتواجدوا في ليبيا ويعملوا في ليبيا. هناك، هل تخشون تغيير ديموغرافي في ليبيا مثلا؟ يعني ليس بالمعنى الدقيق، ولكن لابد أن نعالج هذا الموضوع لأنه حساس. إجابة أيضا على سؤالك بخصوص المهاجرين، كل الدول الأوروبية تعالج هذا الموضوع بطريقة سطحية، يوفرون القوارب على ساحل البحر المتوسط للحد من ذهاب هؤلاء المهاجرين إلى أوروبا لحل مشكلتهم. ولكن أنا قلت مرارا وتكرارا في الاتحاد الأوروبي، وأيضا أكرر هذا الأمر الآن، إن لحل مشكلة المهاجرين لابد من خلق فرص تنموية لدول الجوار، عندنا تشاد، عندنا النيجر، نيجيريا، كثير من الدول على الحدود، ودعم هؤلاء هذه الدول بصناديق التمويلية والتنمية، خلق فرص عمل للحد من هذه الهجرة، مع جهود مكثفة وقوة مشتركة للحد من يعني فرار هؤلاء المهجرين، اللي هم في نهاية الأمر بشر وناس تستحق فرص أخرى للحياة، وأنا لا ألومهم، ولكن لابد من وضع سياسات رشيدة للحد من هذه الأزمة، وهذا الحل لن يكون إلا عالميا، لن يكون عن طريق ليبيا فقط، لابد أن يكون هناك تعاون كامل بين دول الجوار وبين دول الاتحاد الأوروبي. معالي الوزيرة، انخرط العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية في الصراع الليبي، منشوف قطر من ميلي، منشوف مصر، منشوف تركيا، وطبعا منشوف روسيا وأمريكا ودول عديدة عم بتحاول تلعب دور، عم بتحاول تغذي الصراعات الداخلية في ليبيا، وهذا أدى في معظم الأحيان إلى تفاقم التوترات والانقسامات. كيف عم تعتزم الحكومة إدارة الديناميكيات الإقليمية وتعزيز العلاقات البناءة مع الدول المجاورة لدعم السلام والاستقرار في ليبيا؟ طبعا هي هذه مهمتي بالدرجة الأولى باعتباري وزيرة خارجية، وليست مهمة سهلة، ولكن كما قلت لك الكثير من الدول التي ذكرتها توافقت على الملف الليبي، ونحن الآن في مرحلة أفضل بكثير، هناك توافقات كبيرة، هناك رؤية مشتركة لمستقبل ليبيا. هذا الأمر طبعا ليس سهل،
اقتضى الكثير من الجهد والعمل والتواصل عن طريق جهاز، عن طريق مؤسسة وزارة الخارجية، ولكن أيضا عن طريق أجهزة مؤسساتية أخرى. العمل ما زال دؤوب على حلحلة بعض الخلافات، ولكن هذه الأفكار المختلفة بخصوص مستقبل ليبيا أكاد لا أريد الجزم، ولكن أكاد أقول لك هناك حلحلة وهناك توافق أكثر من الفترة السابقة. بهالقسم اللي تعرف عليك معالي الوزيرة، بدنا نشوف سوا تقرير قصير وثم نعاود هذا الحوار. توليها حقيبة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في 15 مارس 2021، أصبحت الحقوقية والباحثة سيدة نجلاء المنقوش أول امرأة ليبية تشغل منصب وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، والرابعة عربيا. نشأت في أسرة تجل العلم وتقدره، وهي ابنة أخصائي أمراض الدم البروفيسور الدكتور محمد المنقوش. بدأت مسيرتها الأكاديمية في جامعة غاريونس بنغازي حاليا بشرق البلاد، حيث تحصلت على بكالوريوس في القانون عام 1995، ولاحقا تحصلت على درجة الماجستير في القانون الجنائي عام 2000 من ذات الجامعة، بعد أن اندلعت أحداث الثورة الليبية في فبراير سنة 2011. نشطت السيدة نجلاء المنقوش بشكل كبير في مجال الأعمال المدنية في مدينة بنغازي التي شهدت أوضاعاً استثنائية، مثلت انتقالاً كبيراً في موقع المرأة الليبية في ساحة العمل العام والمجتمع المدني. استطاعت الوزيرة المنقوش وقتها أن تبني جسوراً متينة بين الشباب الليبي من أبناء المهاجرين الليبيين بالخارج ومجتمعهم الذي شهد تغيراً جذرياً على جميع المستويات. كانت تلك الفترة حاسمة في تكوين مواقفها وإصرارها على مواصلة العمل من أجل شباب بلادها وتمكين المرأة الليبية من دور فعال ومؤثر بالعمل العام. انتقلت السيدة المنقوش إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال مسيرتها الأكاديمية ولتواصل ارتباطها بالقضية الليبية، والتحقت بجامعة إسترين مينونايب وتحصلت على ماجستير إدارة الصراع والسلم عام 2015، ثم واصلت الاهتمام بنفس المجال من خلال دراسة الدكتوراه في إدارة الصراع والسلام من جامعة جورج مايسون عام 2015. في المجال العملي شغلت السيدة نجلاء المنقوش عدد من الوظائف، أبرزها منصب مسؤولة برنامج بناء السلام والقانون العرفي في جامعة جورج ماسون بين عامي 2018-2019، ومثلت ليبيا في معهد الولايات المتحدة السلام، كما تعمل كأستاذة غير متفرغة في جامعة جورج ماسون منذ عام 2019. فحصلت السيدة نجلاء المنقوش خلال مسيرتها على عدد من الجوائز، أبرزها جائزة نساء الشجاعة الدولية من وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2022، وجائزة المرأة العربية الدولية عام 2023، كما تم اختيارها ضمن قائمة البي بي سي التي تضم 100 امرأة من الأكثر تأثيرا وإلهاما حول العالم لعام 2021. عرف عنها إصرارها على استعادة الليبيين لدورهم في أن يكونوا هم أصحاب الكلمة النهائية في حل أزماتهم، وعملت وفق هذا الإصرار في جميع مشاركاتها ومواقفها بالمحافل الدولية والعربية. طبعاً يلي بيتابع هذا التقرير بيشوف إنه المسيرة كانت حافلة بمفاصل مهمة ونقاط تحول مهمة وأساسية. أنت بتنتمي إلى جيل قدري تبع دراسته طبعا، تزوجتي، انفصلتي عن زوجك، حافظتي على حضانة بناتك وهذه شغلة منا سهلة، انتقلتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تبعتي أو بدأتي دراستك بالدكتوراه، عشتي بالغرب، تطبعت أيضا بثقافة الغرب. هذه عوامل كلها طبعا جعلت منك امرأة تتمتع بخصوصية وبمواصفات ما كتير من الليبيات عندهم إياها أو بيتمتعوا فيها. وصلتي إلى وزارة الخارجية، هل بتشوفي لو ما كان في عندك علاقات شخصية مع المشير حفتر، مع ابنة المشير وهذا لقبك أنت أيضا ابنة المشير، هل كنت وصلتي
إلى تبوؤ هكذا منصب في بلد مثل ليبيا؟ بالنسبة لي طبعاً يعني هذه التجربة التي ذكرتها التي مررت بها لم تكن تجربة سهلة، وأنا أعتقد أن الكثير من النساء في هذه الغرفة وخارج هذه الغرفة ناجحات ومثابرات، ولم يكن الوصول أو حتى يعني وضع القدم على أول درج للوصول لم يكن سهلاً. هناك الكثير من التضحيات، هناك الكثير من الصعوبات، وهناك الكثير من التحديات اليومية وليست حتى التحديات التي واجهها. طبعا بالنسبة لي على المستوى الشخصي كانت هناك تحديات كثيرة، ولكن الحمد لله بدعم الأسرة، بدعم الأصدقاء المقربين، بدعم من الله سبحانه وتعالى كانت هذه التحديات أجتزتها. يعني أنا جدا محظوظة أن عندي بنتين، بالنسبة لي كل الدنيا، وهذه التجربة وهذا العمل بالنسبة لي هو عمل وطني بالدرجة الأولى، لأننا كنت في حياة أكاديمية وفجأة يعني عرض علي هذا المنصب، وبحكم دراستي في إدارة الصراع والسلام شعرت بمسؤولية تجاه دولتي وبلدي ليبيا، ووجدت نفسي في موقف أحاول فيه أن أقدم شيء. طبعا الموضوع ليس سهل، لان انا تقنقراط، يعني انا جيت لهذا المنصب ليس لدي اي اجنده سياسيه، ليس لدي اي ولاء سياسي، لا ليس لدي اي ولاء سياسي الا وحده بلادي واستقرار بلادي فقط. فقط ومحبتي لهذا البلد الذي عانى كثيرا جدا ويستحق الافضل، لان موارده موقعه كل ما يملك هذا البلد هو جميل كما ذكرت، ونحن نستحق حياة أفضل. عانينا الكثير في عصر الدكتاتورية، عانينا الحرب الأهلية، علينا الانقسامات، والآن نحن في مرحلة نريد فيها لملمة شمل الليبيين وصولا لانتخابات نزيهة بإذن الله. حقيقة أنا توقفت عند هذه المفاصل ليس لأدخل إلى الحديقة السرية أو إلى موضوع خاص، لكن أنت شخصية عامة بالأخير، والناس طبعا الحق تعرف وتطرح أسئلة، لكن منشوف بهالأمور المختلفة سواء الأمور الأكاديمية أو الأمور الأسرية أو الأمور السياسية، كنت دائما رائدة، كنت دائما بايونير، يعني كنت سابقة عصرك وكنت امرأة تقدمية. ونحن هنا في مؤتمر يخص المرأة في صفوف الأمامية، وأنت امرأة في الصفوف الأمامية، وأنت طبعا وصلت إلى كل هذا لأنك طبعا أكيد تستحقين واشتغلتي وعملتي على هذا. هل بتشوفي نفسك اليوم أنك أنت مثال حي لنساء أخريات؟ هل بتشوفي أنه نساء وقت بيطلعوا فيك بيشوفوا حال فيك، أو بيشوفوا لا في أمور منا واضحة ووصولك كان لأنه في روابط، يمكن في صداقات، في ولاءات، وأنت كنت بأمريكا كنت تجاهرين سياسيا يعني بدعمك إلى سياسة المشير حفتر، يعني وهالشيء ما يعني هالشيء معروف منو شيء مخبى. وهلا ذكرت قبل شوي أنك أنت بس أنت على مسافة من الجميع، وطبعا هذا ينقض ما يتداوله الإعلام وما نعرفه عنك أنت. هل بتشوف أنه بالرغم من هذه الصداقات أنت بقيت على مسافة من الكل بدون أي إذا بدك انحياز إلى لون سياسي معين؟ طبعا بالعكس، يعني تجربتي الشخصية أنا لا أخجل من مشاركتها مع أي يعني أحد، لأن هذه التجربة هي تجربة حياتية إنسانية عادية تتعرض لها أي امرأة، وبالعكس بالنسبة لي كانت مصدر قوة ومصدر إلهام. وبالنسبة لوظيفتي كأول وزيرة خارجية هي وظيفة سهلة، صعبة جدا، ليست سهلة، لأن هناك عندنا ليس فقط خاص بموضوع الرجال أو موضوع، هناك الفكر المجتمعي الانتقائي الذي نحن نعاني منه حاليا يعني في ليبيا، وممكن يكون في كثير من الدول الأخرى. ذكوري يعني؟ انتقائي ذكوري، ولكن أيضا انتقائي وعندما يأتي لاختلاف الفكر، اختلاف المظهر، اختلاف التوجهات السياسية، عندما يكون هناك وضوح في من أكون، هذا الوضوح أحيانا يكون مخيف.
لأن الكثير أحياناً لا يشعر بالراحة عندما تكون واضح وتتحدث ما تفكر به. هناك صعوبة محلية، نعم، هناك الكثير من الناس لا يتقبل وجود وزيرة خارجية ترأس مؤسسة وزارة الخارجية تحت موظفين في الداخل والخارج ما يقارب عن 1000 نساء ورجال، لا يتقبل أن امرأة تعارض وتناقش رأيها على الطاولة. هذا ليس أمر سهل، كل يوم يعني أواجه هذا الموضوع من نساء ومن رجال لأكون منصفة. والنساء ليس لأنهن ضد النساء، ولكن لأن الفكر الذي تعودنا عليه يجب أن نكون جميعنا متشابهين، يجب أن نكون جميعنا منحازين لنفس الرأي، يجب أن يكون جميعنا بنفس الشكل. فهذا الموضوع بالنسبة لي يعد أحد التحديات التي واجهتها. بالنسبة لي أرى نفسي كملهمة، أرى نفسي مثال صادق لمرأة حاولت وما زالت تحاول أن تجد لنفسها مكاناً، أن تجد لدولتها مكاناً دولياً. أيضاً وجودي ليس سهل، الإقصاء أيضاً دولياً وليس محلياً، وأيضاً حتى على مستوى الدول الكبرى عندما تجلس يتطلعون إليك أحياناً بدونية بعدم تقبل، ولكن عندما تجبرهم للاستماع إليك، عندما تجبرهم للإيمان بقضيتك، هنا تتبدل وجهة النظر. فهناك كل يوم تحديات على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي أيضا. أتيتي على ذكر كلمة الملابس الزي الخارجي، هل بتشوفي أناقتك أربكتك في الكثير من الأحيان ولم يتقبلها الشعب الليبي؟ ممكن 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 كانوا بفضلوا أنه سيدة تلبس الزي التقليدي اللباس الوطني. أوكي أوكي تمام. الصورة عندي. بالنسبة لي هو نحن الكثير، هناك في نساء غير محجبات ونساء محجبات، وهناك نحن لا نلبس يعني اللباس التقليدي حتى في الدوائر الحكومية، ولكن كل واحد عنده معيار معين ما هو اللباس الصحيح. بالنسبة لي أنا يمكن الناس بتعمل مقاربة أو مقارنة، تعمل مقاربة مع العهد السابق، يعني متذكر طبعا ابنة الرئيس القذافي سيدة عائشة القذافي دائما باللباس التقليدي، زوجة الرئيس القذافي صحيح. أيضا صحيح. باللباس التقليدي. هل بتشوفي أنه هذه قفزة بالنسبة للنساء اليوم الموجودات بالحكم أنه يغيروا أو يطلعوا من عباءة الملابس التقليدية ويظهرون بملابس أكثر عصرية وتحاكي العصر اليوم والعالم؟ والله أنا أول شيء أتمنى أن هم يحترموا فكري وعقلي وبعدين اللباس يجي. اللباس هو كله ذوق شخصي هذا. أنت توقفت عند هذه النقطة لأن لاحظت أنه في الكثير من التغريدات وفي الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي كان في هجوم على هذا الموضوع، حتى كان في هجوم على لون شعرك، يعني حتى إلى هذه الدرجة كان في هجوم. صحيح. هل بتشوفي معالي الوزير أنه تنامي ظاهرة التنمر ضد المرأة العاملة يحول دون وصول الامرأة في ليبيا إلى مواقع القيادة ومراكز تقدمية؟ فعلا موضوع التنمر موضوع خطير جدا، ليس فقط بالنسبة لي أنا، بالنسبة لأي امرأة تريد أن تفكر في هذا المنصب في المستقبل. يعني وبالمناسبة نحن 5 وزيرات في هذه الحكومة، هناك وزيرة عدل، وزيرة شؤون اجتماعية، وزيرة شؤون ثقافية، ووزيرة المرأة. فبالتالي المرأة موجودة، ولكن التنمر هو ظاهرة خطيرة جدا جدا جدا، وخطورتها ليست في انتقاد الشخص في مظهره بقدر ما هي تحجيم العمل والجهد الذي تقوم به المرأة في أي مجال من المجالات، والإساءة الشخصية لأسرتها وللحلقة المقربة إليها لها تداعيات خطيرة جدا. بالنسبة لي لا أبالي، بالنسبة لي لا أبالي. منذ اليوم الأول قررت إما أن أستمع إلى وسائل التواصل أو أركز في عملي، والقرار كان واضح من البداية أن أركز في عملي، لأن هناك الكثير من يستحق الإنجاز، وأنا لست ضد الانتقاد، الانتقاد الموضوعي، ولكن التنمر ضده يعني قلبا وقالبا. معالي الوزيرة، طبعا أنت امرأة صلبة وقوية، يقال وطبعا هذا شيء يعني موجود وحادثي أو واقع حصلت، أنك تنفردين
بآرائك السياسية، وفي بعض الأحيان بتخالفي الحكومة بقراراتها وتتخذين قرارات خاصة وشخصية، وهذا حقيقة يعني أدى إلى إيقافك عام 2021 احتياطيا وإحاتك للتحقيق. كيف عشت هذه المرحلة اللي طبعا انتهت لصالحك أنت، لكن كيف عشت هذه المرحلة؟ هذه المرحلة كانت أيضا تحدي، هي مرحلة الإيقاف كانت بعد نجاح كبير وهو تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا، فأنا وجدت أن هذا التوقيف هو أكبر إجابة بالنسبة لنجاح هذا المؤتمر الذي أصعق الكثيرين لأول مرة منذ 10 سنوات، أكثر من 33 وزير خارجية على مستوى أنحاء العالم حضر إلى طرابلس للمشاركة في هذا المؤتمر. هذه تحديات في العمل السياسي، جزء منها عدم تقبل وجود المرأة، جزء منها اتخاذ قرارات أحيانا جريئة. أنا لم أتخذ أي قرار سياسي بالمخالفة مع التوجهات الدولة. للحق وقت أنه في صفقة تمت مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص لوكربي. لا هذا غير صحيح. لا، هو عندي وجهة نظر مختلفة كيف أدير عملي، ولكن التوجهات السياسية بصفة عامة، الطابع السياسي، توجه الدولة لم أخالفه يوما، ولكن لي الشخصية الانفرادية، فكيف هي طريقة العمل وليست المبدأ. يعني أنا أنقل ما تم تداوله وما قرأنا، يعني كلنا جميعنا حكى وقت طبعا عن اسم مسؤول مخابرات ليبيا السابق. لازم أوكي خلص. طيب لح نفتح المجال يمكن لبضعة أسئلة إذا في مجال. سؤال واحد بس ممكن، خلاص في أن يأخذ بس معلي 3 أسئلة إذا بتسمحوا بسرعة. حدا عنده شيء سؤال معين؟ بليز بدنا مايكروفون إذا في مجال، معنا وقت. بليز مدام إذا فيك توقفي معلي شيء ونسمع. ولا وصل المايكروفون، وصل. يعطيكم العافية، أنا غادة وليد من دار الهندسة. بتشرف أنه نتقابل معك اليوم. أنا عاصرت كتير ليبيين من 86 لهلأ، وبعرف الفروق بين العائلات قديش كانت ليبيا تبتعث ناس ومفكرين وطلاب، وبعرف أنه نسبة الأعداد الليبيين لا تتجاوز 7 مليون تقريبا، مقسمة بين 50-49%. بس السؤال اللي بدي أسألك إياه، قديش شفتي في تطور بالنسبة للمرأة، لأنه كانت المرأة تتعلم ولكن لا تظهر على المجال الوظيفة والكارير والديفلوبمنت، بس كانت متعلمة وكانت تهتم الحكومة الليبية زمان بتعليمها. وأنا عاصرت كثير ناس بجهاز الاستثمار الليبي في دبي 33 سنة، وبعرف كل العائلات ما بين طرابلس وبنغازي ودرنا وسرت ومصراتة، فكل هاي العائلات كانت عائلات محافظة متعلمة، ولكن المرأة ما إلها دور بارز في السياسة، وما لاحظت كتير تطور إلا بنسبة بسيطة جدا. فإيش رأيك بهذا التعليق؟ وبالنسبة بين بنغازي وطرابلس في كمان فوارق بالنسبة لظهور المرأة أكثر. ويعطيك العافية، شكرا. شكرا لهذا السؤال، يعني هو دائما كان هناك دور للمرأة الليبية. يعني أنا جدتي في الخمسينات كانت عضو في جمعية نسائية، وكانت جدا مجتهدة ويعني وتتحدث لغتين بالإضافة إلى اللغة العربية. فنحن تربينا في أسرة وفي بيت يشجع على دور المرأة، وكثير هناك من النساء الفاعلات في المجتمع المدني في كافة المجالات. أيضا السياسي أيضا موجودة، ولكن أنا لست مع الكم بقدر مع الكيف. هل المرأة قادرة على أن تصنع قرار في أي وظيفة تقوم بها؟ هل قادرة على أن تدير هذا القرار؟ هناك وظائف بسيطة ولكن حيوية وتستطيع أن تخلق فيها اختلاف. الآن الدور صحيح، أنا كسرت القاعدة بالنسبة لليبيات في مجال تخصصي كأول وزيرة خارجية، وهذا تحدي كبير، يعني لأن كل الأنظار متجهة حولي، ونتمنى أن الشابات ليبيا ونساء ليبيا يعني في المستقبل إن شاء الله الانتخابات تفرز أكثر نساء وأكثر تواجداً وأكثر فعالية. شكرا. اليوم في 4 وزيرات بالحكومة، يعني 10% من الحكومة هن النساء. سؤال تاني إذا في مجال. أنت مع الديوان.
السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا جميل الجازي من محافظة معان من جنوب الأردن، رئيس جمعية نشميات البادية الجنوبية. أنا جداً بحييك على الكفاح اللي أنت تكافحي في بلدك. يعني أنا بحكي أنه في كثير سيدات مثلك حتى في الأردن عندنا هون، يعني صراحة في سيدات بيناضلوا كثير في عملهم وبيجتهدوا وبحاولوا بكافحوا. في تمييز كثير ضدهم يعني، خصوصا من الرجال ومن النساء نفسهم. فيعني احنا في اليوم هذا انا بشكر القائمين على المؤتمر، لانه شكرا. عن جد هذا مؤتمر شيق جدا، يبرز نساء مخفيات صراحة. في نساء ما حدا يعرف عنهن إشي، بناضلن في مجتمعاتهن، بمكنن المرأة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. وعن جد يعني احنا بنحكي من حرقة في عملنا التطوعي، واحنا قاعدين نشتغل في نخدم بلدنا ونخدم مجتمعنا ونعمل مشاريع. شكرا شكرا مدام. وانا بحييك جدا. معالي الوزيرة، معالي بدي اختم معك انت، اتشكرك اول شيء على هذه الفرصة. وبحب معلش اذا كلمة واحدة الى الناس الموجودين هون، طبعا هن عنصر نسائي اكثر من ذكوري، شو بتقولي لهم حتى يزوروا ليبيا؟ يعني ليبيا انا بلد كنت خايف روح عليا، رحت وعشقتها وحبيتها. للناس اللي عندهم قلق عندهم خوف، شو بتقولي لهم بنهايه اللقاء؟ انا بقول لهم طالما انا موجوده بينكم اليوم، وطالما اني انا مارست عملي لمده سنتين كامراه وتنقل في ليبيا بمنتهى الحريه وموجوده في بيتي الحمد لله نشعر بالامان، انا ندعوكم جميعا الى بلدكم الثاني ليبيا، ونتمنى ان يكون في تواصل اكبر بين المراه العربيه. نشكر السيده مي لان هي جمعت كل النساء العربيات. تشرفت بحضوركم جميعا، لان كان انتم اللي مهدتوا الطريق لامثالي وان شاء الله لنساء المستقبل. وشكرا جزيلا على وليش لا، المؤتمر جاي عندك بليبيا. خلاص ان شاء الله مؤتمر جاي بطرابلس. خلاص